رجل مسافر وصلى المغرب. نعم. رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمة لصلاة العشاء، ماذا يفعل؟ وفاته ركعة، الركعة الأولى. نعم. إذا دخل رجل المسجد أو ووجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب. فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى، فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت، فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.